هو أمثلة لبعض وجبات اللي أكلها بالليل قبل ما نام تخلي الباول هابت بتاعتي كويسة. كلمة تاني هقول باول هابت، باول يعني اللي هو الأمعاء أو الجهاز الهضمي، هابت اللي هي العادة، كيف أو كم مرة عادة دخول الحمام قد إيه، مرة في اليوم ولا مرة كل 3 أيام ولا في إمساك ولا مفيش. طبيعي قلنا البني آدم يوميا بيخش الحمام مرة واحدة، إلا الناس اللي بتاكل كتير وعندها سمنة ممكن تخش لحد 3 مرات. لو احنا دخلنا الحمام يوم بعد يوم، في بعض الناس دي عادتهم اكتر من 3 ايام في امساك، او لو كان البراز ناشف جدا ده هيؤدي الى الامساك، والامساك بيؤدي طبعا لمشاكل كتيرة جدا. طيب ايه هي المشاكل اللي بيؤدي اليها الامساك قبل ما اخش في امثلة وجبات العشاء او الوجبات المسائية لعلاج الامساك؟ اول حاجة لما انا ما بخشش الحمام بشكل منتظم عمر ما وزني لو بعمل دايت هينزل على الميزان، عشان كده احنا عملنا المجموعة تخسيس مع علاج الامساك، لان لو انا بدخل الحمام منتظم يبقى انا عمري كده هوت ما وزني هيقف على الميزان، لا الوزن هيبقى لو انا بعمل دايت هيبقى بيخس بينزل كل شوية. تمام؟ يبقى اول حاجة لو انا مش بفقد وزن وانا عاملة دايت الامساك هيؤدي الى عدم فقدان الوزن، لان انا مش في سموم موجوده في جسمي. نمره 2، كل ما البراز الاستول فضل في الجهاز الهضمي في القولون هيبتدي الجسم يسحب منه ميه، يعمل ابزوربشن او يسحب منه ميه، سحبه الميه من الاستول هيخليه ناشف اكتر، فهخش في دايره مفرغه. فلازم لو عندي امساك اعالجه، اعالجه لو في امساك مرضي بنجيب دواء من الصيدليه، لو الامساك مجرد انا مش عندي مشكله في الاكل بتاعي مش عارفه اكل صح يبقى طريقه الاكل اللي انا هعلمها لكم دلوقتي مع ممكن استعين ببعض المكملات اللي هتساعدني، اللي هي غنيه بالالياف وغنيه بالاوميجا واللي بتعلي الحرق واللي بتمنع امصاص الدهون والنشويات اللي موجوده في الوجبه. طيب ايه تاني بيسببه الامساك؟ الامساك بيعمل اكتئاب، يعني الناس اللي هي ما بتخشش الحمام منتظم تلاقيها خلقها ضيق زي ما بيقولوا، متعصبه، ما في سموم، الاكل موجود في الامعاء وعمال الجسم يمتص سموم يمتص سموم، ده هيؤدي الى ان البني ادم يبقى متعصب، هيبقى مش عارف يركز كويس، هيبقى عنده شعور بالاجهاد المزمن على طول، انا حاسه ان انا مجهده، كل ده بيسببه الامساك المزمن. نمره 5 بيؤدي بعد كده هوت يعني على اللونج تيرم لبعض مشاكل اللي بتحصل، اللي هو الناسور والشرخ والبواسير، كل ده بيحصله نتيجه الامساك. فاحنا مش عايزين يا جماعه نوصل للكلام ده كله، احنا عايزين نقطع الحلقه المفرغه ديت، عايزين نكسر الحلقه، يعني لو يوم 2 3 ما دخلش الحمام لا ابتدي ان انا ادخل الكلام اللي انا هقوله دلوقتي في نوعيه اكلي، و يعني بيقولوا ايه سيك ميديكال ادفايس، يعني تروح للطبيب علشان نعالج الامساك ده. طيب احنا بقى عشان نعالج الامساك محتاجين بالليل كذا حاجه نعملها. اول حاجه طبق السلطه الخضراء على العشاء او على الغداء، لان انا هتكلم على وجبات مسائيه، وجبات مسائيه يعني باخدها في الفترة من بعد غروب الشمس لحد بالليل. طبق السلطة سواء مع الغداء أو مع العشاء مهم جدا. طب هحط إيه في طبق السلطة؟ الشيف سيد عمل لنا هو طبق سلطة جميل، أساسي هحط فيه الخس والخيار، هحط طماطمية واحدة، هحط فجل، الفجل غني جدا جدا بالألياف وبيحارب دهون الأرداف هنتكلم عليه بالتفصيل، فلفل ألوان، ممكن أحط فلفل ألوان، نص فلفلة صفراء حمراء فلفلة خضراء، وأحط أساسي معلقة زيت الزيتون. هحيق طبق السلطة بقليل من الملح، وفي نوع من الملح حلو قوي قوي بس ما تكتروش منه، اسمه إبسوم سولت، الإبسوم سولت دوت ده ملح بيعالج الإمساك، وأحط فلفل أسود وأحط كمون وأحط ليمون. تاني هقول لكم مكونات طبق السلطة اللي بيعالج الإمساك، معايا خس، معايا خيار، معايا فجل، معايا ثمرة واحدة من الطماطم، معايا نصف ثمرة من الفلفل الألوان الأحمر أو الأصفر أو ثمرة من الفلفل الأخضر، معلقة كبيرة من زيت الزيتون، قليل من الملح والفلفل الأسود والكمون والليمون، دي كلها توليفة أو كومباينيشن، الحاجات دي مع بعض بتعالج الإمساك حلو جدا. طيب معايا حاجة تانية اللي هي سلطة الزبادي بالخيار والنعناع، برضو دي مثال ل بص يا كريم هو احنا ايه الامثله كلها موجوده قدامنا، ادي الزبادي، ادي السلطه الخضراء، برضو سلطه الزبادي بالخيار والنعناع، احنا ممكن نقولهم للناس ورا بعض كده،
اللي هي رقم 2 سلطة الزبادي بالخيار والنعناع، ننزل بس بيهم على الشاشة. حفنة من المكسرات في المساء، يعني لو أخدت شوية لوز أو فول سوداني مليانين بالألياف. دي كلها أمثلة يا جماعة، أخد اليوم حاجة 2 3. يبقى احنا بدأنا بطبق السلطة الخضراء، تاني حاجة سلطة الزبادي بالخيار والنعناع، مش عايزة سلطة أعمل سلطة زبادي، طب مش عايزة لا ده ولا ده، ممكن آخد شوية مكسرات بالليل فول سوداني أو لوز. عندي حاجة تانية مهمة جدا، حفنة من الفواكه المجففة، التين، المشمش، القراصي، آخد كده حفنة يعني كبشة إيد، كبشة إيد اللي هي الهاند جريب من المشمش والتين والقراصي. عندي نوع تاني من الفروت سلط بالزبادي، سلطة فواكه بالزبادي، زبادي وأحط عليه كيوي ومعلقه كبيره من الشوفان، وممكن احلي الناس اللي عايزه تحلي بسكر دايت ممكن، يعني لو عايزه تخلي كده طعمه زي الايس كريم شويه فممكن تحط على الزبادي. الكيوي غني جدا 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 بالفيتامين سي والالياف، الشوفان غني جدا بالالياف، فانا هحط على الزبادي كيوي وشوفان وممكن احلي بسكر دايت، ده يعني حسب الرغبه لو حبيت ان انا اخلي طعمه عشان الكيوي مزز شويه، فلو عايزه اخلي الطعم حلو. عندي كمان طبق فروت سالاد اللي هو طبق سلطه الفواكه، بيتكون من ثمره واحده من البرتقال والكيوي والفراوله، ثمره برتقال وثمرتين من الكيوي والفراوله، ده بيكون غني جدا جدا جدا، الفراوله والكيوي والبرتقال من احسن، والتفاح الاخضر من احسن الفواكه اللي فيها فيتامين سي وفي نفس الوقت فيها الياف. الامعاء بتاعي محتاجه فيتامين سي، محتاجه اوميجا ومحتاجه الياف علشان اكون بخش الحمام بشكل منتظم. اخر حاجه النهارده في الحلقه عندنا هو وصفه الفشار الدايت. الفشار بيخفف؟ طب الفشار بيعالج الامساك؟ بيعالج الامساك كويس جدا جدا جدا. انا هعمل الوصفه ديت، تمام؟ احنا هنحضرها في الميكرويف. بصوا بقى، الفشار الدايت هو مفيش اسهل منه. انا هاخد معلقه ذره، خلي بالكم معلقه الذره دي كل اللي فيها 60 سعر حراري بس، ومش هزود لها اي ماده دهنيه، علشان ادي معلقه الذره اهي خلاص، هحط عليها معلقه ميه. ميه دكتوره، فين الزيت؟ مفيش زيت. احنا هنعمل فشار دايت خلاص، وهحطه في الميكرويف على حسب ايه الميكرويف بتاعي، يعني هو مينيمم 3 دقايق، انا هحطه 4 دقايق، لو احتاجنا نزود اكتر من كده، انا عملته في البيت بصراحه 3 دقايق، شيف سيد حضره لنا اخذ شويه اكتر. بصوا انا هقفل خالص بسترتش، ده استرتش المطبخ، اي مج ازاز او كوبايه ازاز عندكم يا جماعه، الكوبايه دي هحط فيها معلقه فشار، معلقه ذره يعني، وانا مش عايزه اي هواء خلاص، ومش هحط دهون خالص، هقفلها كويس جدا وهحطها في الميكروويف، وهي في الميكروويف نحكي مع بعض بس في شويه حاجات. انتوا بس دخلوا لي مساكه عشان ايه؟ لو الميكروويف هي بتطلع سخنه جدا. لا انا عايزه الشيف سايد بقى ايه يخش يشغلي الميكرويف خلاص، ممكن بس الشيف سايد يخش لي يسخن. تمام، معلش يا شيف سايد تعالى شغلي الميكرويف عشان انا مش فاهمه في الميكرويف بتاعكم. طيب انا هحط الفشار في الميه 3 4 دقايق قبل ما يخلص الحلقه بتاعتنا، واقول لكم بقى ايه الفايده بتاعتهم. الفشار وجدوا ان هو غني جدا 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 في الالياف، فلما باكل بالليل المعلقه فيها 60 سعر، انا ممكن اخد كوبايتين، كل كوبايه هتعمل لي 60 سعر يعني 120 سعر حراري. ماده الزيت لوحده لو انا حطيت معلقه زيت لوحدها هي اكتر من 120 سعر دول، فانا هستغنى عن الزيت، يبقى انا هاخد كوبايه او كوبايتين من الفشار بالليل. من الحاجات هي ما فيهاش اي حاجه غير 2 معلقه تاني، تمام، هي معلقه كبيره من الذره مع معلقه كبيره من الميه، واي بوله زجاج او اي مج ازاز عندي في البيت، وهجيب رول بلاستيك اللي هو رول المطبخ البلاستيك اللي هو الاسترتش، وابتدي الف بيه كويس جدا جدا،
تمام المج بتاعتي، وبعد كده لما هيطلع هبتدي احط عليه شويه ملح او اي توابل احنا عايزينها، ممكن ملح ممكن شويه فلفل بسيطه خالص او اي توابل بتعالج جدا جدا موضوع الفشار ده، بيعالج جدا جدا الامساك. طيب في برضو نقطة يا جماعة عايزة أقولها لكم، إن إحنا في المجاميع بتاعتنا الحاجات اللي بتعالج الإمساك مع التخسيس عشان ما نتلخبطش بس من بعض، في مجموعة هي مجموعة الألياف مع الفيتامينات اللي هي فيها كبسولات التفاح الأخضر مع كبسولات الأوميجا 369، ده مع ده مع بعض هنبتدي ان احنا ناخد معاهم الشيتو كرو، الاوميجا بعد الفطار، التفاح الاخضر بعد الغداء، والشيتو كرو قبل الغداء، ممتازه بتخليني اخس حلو قوي لانها بتعلي الحرق وفي نفس الوقت بخش الحمام بشكل منتظم.